إن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، ولا يرد إشكال وهو أن الله عز وجل قال إنه لقول رسول كريم، فيقال إن هذا القول وهذه الآية جاءت في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأن جبريل، إذن يلزم على هذا أن هذا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جبريل، فدل على أن المراد في إضافة هذا القول للرسول إضافة تبليغ، إضافة تبليغ، كما لو سمعت قائلا يقول على كل شيء ما خلا الله باطل، هذا للبيد بن ربيعة، هل يمكن أن يقول قائل إن هذا البيت من هذا القائل؟ من حين ما يسمعه ماذا يقول؟ هو قول للبيد بن ربيعة، ولا يقول هو قول لفلان. ولذا قال عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.